اليوم هي في موقع قوة، وتجاوزت مرحلة الشك بعد هجمات تيغنتورين في 2014 عندما تم مهاجمة إناميناس حق الغازي عبر جماعة إرهابية، ما جعل العديد من الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية والنرويجية خاصة التي غادرت الجزائر، وعرفت الجزائر عجزا كبيرا. انخفض إنتاج البترول من 1.4 مليون دولار إلى 800 ألف برميل يوميا، وبالتالي كان عجز كبير جدا أثر على عائدات الجزائر بالعملة الصعبة. ولكن الظروف الدولية ونشأة الكثير من الصراعات جعلت العديد من الشركات المتعددة الجنسيات تعود إلى الجزائر من أجل الاستثمار، ولعل هذا المنتدى سيكون فرصة لحضور عديد الشركات للاستفادة من مشاريع أخرى والاطلاع على مناخ الأعمال في الجزائر الذي ميزه قانون استثمار جديد والتفكير في عديد الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر. وبالتالي التفكير في الطاقات المتجددة، حقيقة الجزائر باشرت العديد من المشاريع في ورقلة وعديد مناطق الوطن باستعمال الألواح الشمسية لاستخراج الطاقة الكهربائية لتوفير شحنات الغاز إلى التصدير والحصول على عائدات بالعملة الصعبة. وبالتالي الجزائر حقيقة أصبحت مركزا مهما لإنتاج الطاقة وللتفكير في تطوير أسواق طاقة وضمان أسعار مناسبة للجميع، ولهذا ربما ما سيزيد من أهمية المنتدى السابع للدول المصدرة للغاز الذي سيعرف حضور العديد من رؤساء الدول.